اوكي. انا دري شنو درت؟ حسبت بورسونتاج ديال الكاربس وديال الفات اللي عندي. هنايا في الكاربس عندي 60%، بروتين عندي 25% كما كتشوفوا. نمشي سيتينغز، تنمشي ماي جول. هو هذا الدراري، كل 100 غرام كاين 30 غرام ديال البروتين. تخيلوا معايا الدراري، والثمن ديالو 7 ديال الدراهم، 7 ديال الدراهم 30 غرام ديال البروتين. واش يوتيوب دراري، فهاد الفيديو هادي غادي ندوي على واحد الحاجه مهمه وبزاف كيقوا فيها مشاكل، اللي هي كيفاش تصاوب برنامج غذائي اللي غتعرف شحال فيه ديال البروتين، شحال فيه ديال الكارب، شحال فيه ديال الفات. وما عمرني وريت لكم اشنو كنتقدى فاش كنمشي للسوبر مارشي هنا في المغرب. بلي بار ديال الناس كيتفرجوا فيا ساكنين في المغرب، وتحية لكاع الناس اللي كيتفرجوا فيا برا المغرب. دونك هنا غنناقشوا غير في ديال لي برودوي اللي كيكونوا في كل بلاد كيختلفوا، يعني الحوايج كنلقاو في المغرب ماشي هما الحوايج كنلقاو في اوروبا، ماشي هما الحوايج كنلقاو في اسيا، ماشي هما الحوايج كنلقاو في امريكا. لي بري كيختلفوا، الكاليتي الى اخره. دونك حنا هذا الفيديو هذا موجه للناس بزاف اللي ساكنين في المغرب واللي كيتفرجوا فيه ديما. دونك اول حاجه غندوي عليها بريز دوماس. دونك غندير اول فيديو هي اللي غتكون على بريز دوماس، والفيديو الثاني غتكون على الساش. الا عجبتكم هذا الفيديو ديال بريز دوماس فعلوا معايا، خليني نعرف بان عجبتكم باش كومسا ندير لكم فيديو اخرى ديال السيرش. انا غندير واحد الكالكول بسيط الدراري غتشوفوه معايا هنايا، غادي نوريكم كلشي ديال كيفاش نحسب السعرات الحراريه. الوزن ديالي 80 كيلو، دونك انا غنمشي على حسب الوزن ديالي وغنوريكم الكالكول اللي غديروا. هو كالكول الصراحه ماشي مضبوط، يعني ماشي اي واحد غيديرو غيصدق ليه، ولكن كالكول تقريبي تقربك. علاش؟ لانه هاد الكالكول هادو اللي كنلقاو في الانترنت ولا اخره تيكونوا كالكول تقريبيين، ما كيعطيوش داكشي مضبوط. المضبوط هو باش كنشوفوا لوكا بيرسوناليزي لواحد، يعني كنشوف الانسان كنعرف الميتابوليزم ديالو، كنعرف لاج ديالو، كنعرف كيفاش شحال كيتحرك، شحال كيحرق في لونترينمون، اش من نوع لونترينمون عنده، يعني كناخذ بزاف ديال المعلومات باش نقدر نعطيه داكشي اوبتيميزي. انا ما نقدرش نشد 60000 واحد كيتفرجوا فيا، وباي ذا واي شكرا بزاف على 60000 ابوني، بلا بيكم ما كاين والو. دونك ما نقدرش نصوب 60000 بروغرام ليكم كاملين. داكشي علاش قرب ديال الفيديو هذه تقريبيا باش كل واحد فيكم يقدر يصوب بوغ يعرف بعدا ياخذ ليه فكره. دونك انا فيا 80 كيلو، وكنبدا الوزن ديالي في 80 كيلو. القاعده كتقول غنضرب الوزن ديالي 35. دونك 80 كيلو مضروبه في 35 شحال كتعطيني؟ كتعطيني 2800 صراحه. وكما كتشوفوا معايا الوزن ديالي في 80 كيلو ضربناها في 35 عطاتني 2800 سعره حراريه. دابا الدراري شنو غاديروا؟ هادو 2800 خصنا نعرف الترتيب ديالها، يعني شحال غادي يمشي للفات، شحال غادي يمشي للكاربس، وشحال غادي يمشي للبروتينات. هذه حاجه كيوحلوا فيها بزاف ديال الناس، وغادي نرجعوا للمشكل اللي قلت لكم في الاول. ماشي اي واحد يقدر يطيح في الحساب ديالو الحقيقي. الحسابات شحال البورسنتاج اللي خصني يمشي للكارب والفات والبروتين على حساب كل واحد. دابا كندوي على دايت اوبتيميزي، يعني الدايت اللي غديرها وغتجاوب معاك 100%. هاد الدايت هادي تقدر تجاوب معاكم كل واحد وزهرو، انت وزهرك، ولكن راه تقريبيه، يعني قريبه للحقيقه. دونك انا الكارب ندير فيهم 60%، بروتين ندير فيه 25%. بزاف الناس تيقول لي البروتين ما كتاكلش فيه بزاف دراري، باش نبداو الميسكل ما خصناش غير البروتين بوحدو، البروتين خص يكون كافي باش نقدروا نبنيو لي بلوك ديال لي ميسكل جداد. واهم حاجه هو اننا ندخلوا الانرجي ديال الكربوهيدرات باش نقدروا نبنيو. كما كتعرفوا البروتين راه غير اداه باش كنبنيو، ولكن داك اللي كيبني الانرجي البناي راه هو الكاربس، والفات هو اللي مسؤول على برودكسيون ديال الهرمون ديالنا باش نقدروا نبنيو الميسك. شوف الا كان واحد فيهم خربق راه ما غاديش يمشي بعيد. سكيفي هنا كله فيهم مهم. الفات شحال شاط لينا فيهم هنا الدراري؟ كما قلنا شاط لينا سيدي 15%. الكاربس الدراري عندي 1680 كالوري. اوكي انا الدراري شنو درت؟ حسبت بورسونتاج ديال الكاربس وديال الفات اللي عندي. هنايا في الكاربس عندي 60%، بروتين عندي 25% كما كتشوفوا، وفي الفات عندي 15%، ودرت السهم شحال الكالوريز اللي غيطلع تقريبا في كل وحده. دونك دابا الدراري عرفنا شحال ديال، دابا خصني نشوف يعني شحال خصني الكارب، شحال خصني الفات. عمليه سهله جدا، تنهزو التليفون كندير مثلا 1680 مقسومه على 4 كتخرج 420 غرام الكارب، 700 مقسومه على 4 كتعطيني 175 غرام، كنديروا 420 كالوري مقسومة على 9 تقريبا 47 غرام. دونك فوالا. الى غادي معايا خطوه بخطوه الدراري غتوصلوا هنايا. اشنو درت؟ هزيت السعرات الحراريه 1680 اللي جاو في الكارب ونقصتهم على 4، هو عدد السعرات الحراريه اللي كاينين في كل غرام واحد ديال الكارب. عطاني شحال من غرام الكارب عندي. درت نفس العمليه في بروتين 4 عاوتاني، خرج لي شحال غرام البروتين خاصني. درت نفس العمليه الفات، وغير هذه المره قسمت على 9 لحقاش كل غرام واحد ديال الفات فيه 9 السعرات الحراريه. دونك خرج لي هنايا 47 غرام تقريبا ديال الفات. دابا غنمشي لماي فيتنس با للدراري، وكنصحكم كاملين تمشيو تاخذوا الدراري وهاد لابليكاسيون هادي اللي كتعرفوها.
دونك ماي فيتنس بالا الدراري من احسن لي زابليكاسيون اللي كيعاونوكم باش تراكيو الماكله ديالكم الكالوريز ديالكم الى اخره. دونك سكي في نخلي لكم صورتي هنايا فابور. دونك غندخل ماي فيتنس بال. دونك غندخل هنايا الدراري ماي فيتنس بال. اشنو كندير؟ تنمشي للسيتينغز, تمشي للسيتينغز, تنمشي ماي جولز, تندخل هنايا تنكتب الكالوريز والنيوتريشن جولز. كنورك على هادي تيخرجوا لي كالوري اي ماكرو جولز. كنمشي الكالوري تنكتب فيها تقريبا نفس الشيء اللي خرج لي انا في 2800 سعره حراريه. كنورك على السيف. كربوهيدرات غندير 60%, بروتين غندير 25%, والفات غندير 15%. دونك هادي خرجوا لي تقريبا نفس الحوايج اللي في قلت, هما 420 غرام كارب, بروتين 175, والفات 47 غرام. دونك غندير اوكي. دونك دابا ماي فيتنس بال تيعرف السعر الحراري اللي كنحتاج ليهم انايا فهاد الشيء كامل. دونك غادي نحاول نختار الماكله ديالي, نوع كوم سا غتشوفوا كيفاش نتوما غتصاوبوا ديالكم. نمشي للفطور مثلا. دونك الفطور تاعي اشنو غندير فيه؟ غندير فيه شوفان, غندير فيه سيدي 100 غرام خرها, بروتين غندير فيه عندي 4 البيضات, عندي 5 البيضات ياك اللوحه. دونك فوالا كيما كتشوفوا معايا انا شحال من كالوري عندي, عندي 710 كالوريز. غنمشيو لانش الوجبه الثانيه, غندير فيها سيدي دجاج 200 غرام, غندير في اللانش الروز قبل الطياب غندير شحال 100 غرام. دونك قالت لينا الدراري هنايا 1400 كالوري. نمشيو للوجبه الدينر عاوتاني, اش غنديروا فيه عاوتاني؟ غنديروا فيه تبو هنايا الكفته مثلا. دونك انا الكفته شنو خرج ليا؟ ندير فيها 200 غرام, نديرو 200, وغنديروا هاد المره كونسورس ديال نديروا بطاطا. وتقريبا دابا ثلاث الوجبات, غنزيد الوجبه الاخيره نديرها باش ثلاث سناكس. غندير فيها لا دانت طونا. دونك فوالا كيما كتشوفوا معايا الدراري صاليت البروغرام تقريبا. انا كيبان لكم في التوتال عندي 180 غرام ديال البروتين وخصني غير 175, ماشي مشكل. 13 غرام ماشي مشكل. علاش ماشي مشكل؟ لحقاش كيما كطلعتوا في الكربوهيدرات كان خصني ندخل 420 ودخلت يلاه 373, وعاد في الفات عاوتاني شيت 9 ديال السعره الحراريه, شيت 9 غرام ديال الفات اللي هي كتساوي انرجي. يعني داك الانرجي الكارب كيما كتلاحظوا وي مدخل فيه بزاف, ولكن عوضتو بالبروتين والفات. اللي بغيت نوريكم الدراري في هذا الفيديو هذه انكم تعلموا تخدموا هذه الابليكاسيون هذه. لحقاش علاش نهار تعلم تخدم بهاد لابليكاسيون اشنو غتلاحظ؟ تقدر تبقى تلعب بالدايت كيما قلت لكم باش نكينيو الماس وباش نساشيو اهم حاجه هو السعر الحراري. دونك هاد السعر الحراري احترمت كيما كتشوف التوتال عندي تما 2802, يعني انا احترمت الكالوراج ديالي غير كومبوزيسيون ديالي, يعني شحال في كارب والفات والبروتين هو اللي مختلف. ولكن هادشي ماشي مشكل. غنجرب هاد الدايت هادي وبغيتكم انتم تجربوا, ماشي بالضروره تمشيو داكشي كيما مكتوب بالحرف. واذا كتشوفوا الريزلت غادي مزيان خليكم غاديين, ما شفتوش مزيان حاولوا ترجعوا تحترموا هذاك البورسونتاج اللي قلنا في الاول. دونك دابا بانني عرفت شحال خاصني ديال لي برودوي الشوفان ديال البيض ديال الروز وكاع داكشي اللي كناكلو في النهار. ودابا غنمشيو للسوبر مارشي غادي نتقدى جميع هاد البرودوي هادو, غادي نشوفوا شحال غادي يطلع عليا النهار تقريبا, وغنضربوا في 7 وغنضربوا في 30, نشوفوا شحال نقدروا نخسروا في المغرب بخيز ماس صحيحه بالنسبه لواحد في 80 كيلو. كما قلت لكم عندي هنا في التليفون جميع الحوايج اللي نتقدا فهمتيني. دونك من الدجاج شحال من غرام بالضبط خاصني في هذا الشيء كامل, وصي شحال من غرام خاصني ديال الروز الى اخره. دونك غنمشيوهم دو بالسورش الاولى هي ديال الكارب. غادي نديرو غير دوب الروز ديالنا. نورمالمون كاين لي شوا ناخذ تار لي بات, حيت تقريبا الكارب اللي كيكون في الروز تقريبا قريب للكارب اللي يكون في لي بات, مختلفين غير بشي 5 ديال الكيلوغرام. داكشي اللي شوف كان عندي, ولكن غنمشيو في الروز حيت هو اللي عندي البروبليم. اوكي راه ممكن هذا لي بات كاين لي شوا دريك ديال لي بات كومبلي البات عادي. الفرق بيناتهم هو في لي فيبر, هادو تيكون فيهم كما كتشوفوا لي فيبر اكثر, وهذا هو الفرق بيناتهم. هادي الهندس بيشيلي كي طالع اكثر من هذه, وداكشي علاش. ولكن كاين تاخذهم بجوج بجوج خدامين دريك. غير هادي كنفكر بان المذاق ديالها ماشي بحال هادي, هادي كتكون مدينه شويه المذاق ديالها شويه. الدراري بلي هذا من احسن لي صوص صراحه اللي كان بغينا ناكل, وعندي الصراحه كناكلو بزاف مخلو. غادي يبان لي صوص ديال الكاب زيت تكون اما ابلي روس ولا لي بات او بلاطا, هادو ما كيفهمش بيناتهم. دونك هذا الدراري
طورتياس غير هذا كاين بلا كيما كنشوفو كومبلي وكاين العجل انا الطوفلي الدراري واش كندير بيه كنطبش كنطيب دجاج ولا طول كنلوحو بالنقعه الخضراء كنرول ليه كاس تاعي لي صوص كيما كتشوفو صراحه بالنسبه لي حنايا في التريزا ماسك لا كتكون ماشي ماشي مهم ماشي فريجي خذوهم وخذوا شويه بغيتو ما تكونش منهم بزاف ما تعيقوش او لي صوص راه فيهم كاين فيهم لي فريمون لو في كالوريز بحال هاد الحريق فريمون لو كالوريز ميم سي كناخذهم وعادي وغنحاولوا نفتحو حنايا باش نعطيو باني بيان دابا دري وصلنا للشوفان حرب ديال الشوفان كاين الصغير كاين الكبير الفرق بيناتهم الكبير الدراري ما تبغاوش بسهوله دونك كبير كان جلسي ما يديرش ديما نقص على الصغير راه بجوج دوم شوفان بجوج مزيانين ولكن الفرق هو السرعه ديال الجسم ديالو انا ما كنتش شفت ساكي عجبني اللي شوفان الوراق ديالو كبار تيبقى مشدود تيبقاش جاري دونك كيجي وانا نقص هذا هو الشوفان ديالك الخمر دونك وراق كبار بزاف ممكن ياخذ هذا نقصت وراق صغار ولكن انا كنصح تاخذوا وراق كبار الشوفان هذيك الخاصيه ديالو باش يتهضم هاد الكارب بشويه بشويه بروتين قال لي جيت نشوف شنو فيها لقيت فيها في كل وحده 200 كالوري 9 غرام ديال الفات 21 غرام ديال الكارب 16 غرام ديال السكر 4 فيبر 10 بروتين شو ما تدري مساوية 6 دراهم وانصح بها حليب الشوفان الدراري حليب الشوفان كناكلو مع الشوفان كانوا كيديرو غير مع الماء فهمتي هو كيديرو مع الماء ولكن انا كنديرو مع حليب مع هذا لو كالوري وكيبنن كيجي واحد البنه زوينه الحليب مع الشوفان دونك اللي بغى الحليب مع الشوفان ديالو يدير حطو مع حليب الشوفان الكور كاين غير الدراري خصو يكون ضروري ديال الماء موجود في المغرب كي صالحه واحد هو المكرمي هو هذا الدراري كل 100 غرام كاين 30 غرام ديال البروتين تخيلوا معايا الدراري والثمن ديالو 7 ديال الدراهم 7 ديال الدراهم 30 غرام ديال البروتين لو باربا كيشربوا السما الصيف هذا الدراري جدر البصل كي درت اللي باليك راح شي بوجود الدراري كيضربوا نو بيض ما كاينش في العالم كامل دونك بحال في المغرب غادي غادي نسخن الدراري هادشي كنشري ماشي كنشري انا بنصحكم تشريوه وريتكم غير اشنو المشتريات ديالي انا نورمالمون في البريباراسيون وانا من بعد غنبدا البريباراسيون غنعاود فيديو بحال هادي ونوريكم بالضبط اشنو كنشري وبالضبط اشنو كنبريباري نفسي شنو كنعمل دابا دوك المشتري ديال المغرب كما يعرفوا دابا كنرتاح ما ماشي شحال كبير دابا باش تعرفوا ما كنصحش بيه ولكن هذا كان هادشي لافوكا ما معاش اللعبة ديال لافوكا من احسن السوس ديال الفاس اللي كاينين خذ بوتاسيون بيتر 400 غرام ديال السيري ديال ديسكالوب ديال لادان دونك انا التالي غادي ناخذ شوف فيون دونك سون كريس هي انا 90 درهم كيلو وانا خاصني ماشي 300 غرام يلاه تجيني فوت بوحدها كاع الصور الدري هما يجريو هنا لانه انا كنديك الصور في الداخل ولكن ماشي مشكل نمشيو للطرا ونوريكم شنو دونك هنا الدري السور ديال الكاربس اللي غادي يكون غالبا كيجي من الشوفان يعني بعد الصباح الروز كما قلت لكم كاين هذا ايلو حتى هو تا هو بلي دور كارب كومبلي وكارب زوين صراحه كما كتشوف هنا فيه لي فيبر بزاف لحقاش فاش كناخذو كنحس به بنيت لي عندهم مشاكل مع الروز كنصح بهم ياخذوا ايبلي واعر دونك سورس ديال البروتين اللي غادي ناخذو الطون كما قلت لكم وغناخذو الدجاج وغناخذو حتى الكفته وكان كيما شفتو
السورس ديال الفاتس غادي تكون غالبا لافوكا، ياك السورس ديال لي فيبر غتكون غادي يكون الخس. هنايا خديت الحليب ديال الشوفان، الناس اللي كيجيهم الشوفان ناشف مع الماء يجربوا ياخذوا سواء الحليب ديال الشوفان ولا الحليب ديال الروز ولا الحليب ديال اللوز الى اخره. هنايا خديت هاد لاصوص هادي غندير لوحه مع لي بات تطيب لي بات تلوح من بعد، ولا دي فوا كنلوحها مع ايبلي مع هذا، ولا دي فوا مع الروز. دونك هادي الصوص شنو فيها، فيها مطيشه وفيها شامبينيون وفيها. دونك انا الدراري فاش جيت نحسب الحسابات ديالي كاملين تقريبا هاد الشيء كامل اللي شريت دابا، يعني حسبتهم كاملين ونقسمهم على النهار تقريبا. يعني كما كتشوفوا الشوفان شريت كيلو وانا غيخصني تقريبا غير 100 غرام كل صباح كما شفتوا البروغرام درنا في الاول. المهم درت الحساب كامل لقيت بان نهار كامل كيخرجني نهار كامل الدراري بالماكروز ديالي كاملين تقريبا كيدخل في 80 درهم. دونك 80 درهم في المغرب ممكن دير بها بريزوماس اللي صحيه كتدخل فيها جميع الماكروات ديالك، كتدخل فيها تقريبا الماكسيموم ديال النيوتريون والميكرو كيما قلت لكم نقدروا نكونوا ما دخلناهمش كاملين، ولكن راه ممكن ديك الساعه نسوبليمونطيو بواحد الملتي فيتامين. المهم الدراري هذه كانت الحلقه ديال بريز دوماس، الا عجبتكم هذه الحلقه هذه غندير لكم حلقه اخرى سيش كيما تشوفوا لي بودوي اللي غنركز عليهم في سيش بشحال كتقام سيش في المغرب واوسي التقضيه اللي غنتقدا في المغرب. غنحاول نلقى شي سوبر مارشي اللي يخلي لي نصور فيه، ولا نقدر نعاود ندخل على زين مرجان ونخبي الكاميرا ولا شي حاجه. بالنسبه للنجده ديال لاشين ما تنساوش تابونا وخليو لايك خليو شي كومونتير، وهذا هو الدراري ونشوفكم في فيديو جاي. الله يسلمكم.